بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة رقم 5 بعنوان التأين وثابت الالتزام الأيوني. عندما نذيب مادة كيميائية ما في مذيب الماء مثلا، فهي أما أن تذوب وتبقى بنيتها الكيميائية كما هي السكر مثلا، وأما أن تعاني تحولا بنيويا بالتأين إلى أيوناتها مثل ملح كلوريد الصوديوم. وهنا نميز بين صنفين من هذه المواد القابلة للتأين: مواد تامة التأين، وهي التي تتأين بالكامل عندما تذاب في مذيب قطبي كالماء، ومنها كل الأحماض القوية مثل حمض الهيدروكلوريك HCl وحمض الكبريتيك H2SO4، والقواعد القوية مثل هيدروكسيد الصوديوم NaOH وهيدروكسيد البوتاسيوم KOH، ولا يحدث فيها اتزان أيوني ولا يبقى منها جزء غير متأين، ويمكن تمثيل معادلة تفكك هذه الأحماض والقواعد كالتالي: HCl يتفكك بشكل تام إلى أيون H موجب 1 زائد Cl سالب 1، والسهم في اتجاه 1 يشير إلى التفكك اللي هو التأين التام. NaOH تتفكك بصورة تامة إلى أيون Na موجب 1 زائد OH سالب 1، وكما ذكرنا السهم في اتجاه 1 يشير إلى التفكك أو التأين التام. مواد جزئية التأين، وهي التي تكون بعض جزيئاتها متأينة فقط في المحلول وباقي الجزيئات تبقى كما هي، ولذلك يحدث اتزان فيما بينها، ومنها كل الأحماض الضعيفة مثل الحمض الخليك CH3COOH والقواعد الضعيفة مثل هيدروكسيد الأمونيا NH4OH، ويمكن تمثيل معادلة تفكك هذه الأحماض والقواعد الضعيفة كالآتي: CH3COOH يتفكك جزئياً إلى أيون CH3COO سالب 1 زائد أيون H موجب 1، السهم في اتجاهين يشير إلى التفكك الجزئي لهذه أو لهذا الحمض. NH4OH يتفكك جزئيا إلى NH4 موجب 1 زائد OH سالب 1، وكما ذكرنا السهم في اتجاهين يشير إلى التفكك الجزئي لهذه القاعدة الضعيفة. تأين الماء ومفهوم البي اتش. إن التأين الذاتي للماء النقي يمكن كتابته كما يلي: H2O يتفكك جزئيا إلى H موجب 1 زائد OH سالب 1. نلاحظ أن تأين الماء تأين جزئي، وحيث أن هذا اتزان أي اللي هو جزيء الماء والأيونات في حالة اتزان يمكن التعبير عن ثابت اتزان التأين الذاتي للماء كما يلي: K هو ثابت الاتزان يساوي تركيز H موجب 1 اللي هو تركيز أيون الهيدروجين مضروب في تركيز OH سالب 1 اللي هو تركيز أيون الهيدروكسيل مقسوم على تركيز H2O اللي هو تركيز الماء، وحيث أن كمية صغيرة جدا من الماء تأينت، لذلك يمكن اعتبار تركيز الماء ثابتا. إذا KW هو ثابت تأين أو تفكك الماء
تساوي تركيز أيون الهيدروجين مضروب في تركيز أيون الهيدروكسيل. وبما أن تركيز أيون الهيدروجين اللي هو اتش موجب واحد يساوي تركيز أيون الهيدروكسيل اللي هو تركيز او اتش سالب واحد يساوي 1 × 10⁻⁷ مولاري، فأن KW تساوي 1 × 10⁻¹⁴، وهي قيمة ثابتة اللي هو ثابت تأين الماء. مفهوم البي اتش، يدخل أيون الهيدروجين وأيون الهيدروكسيد في العديد من الاتزانات بالإضافة إلى تفكك الماء، لذلك كثيرا ما يكون من الضروري تعيين تركيزتهما في المحاليل المائية، وقد تتراوح هذه التركيزات بين قيم عالية نسبيا إلى تركيزات صغيرة جدا. كما يستخدم الكيميائيون مفهوم البي اتش لوصف وتحديد تركيز أيون الهيدروجين اللي هو تركيز اتش الموجب واحد في محلول ماء، ولذلك عرف بأنه اللوغاريتم العشري السالب لتركيز أيونات اللي هو الهيدروجين، أي البي اتش تساوي سالب لوغاريتم تركيز أيون الهيدروجين اللي هو الاتش موجب واحد. كذلك يمكن حساب قيمة تركيز أيون الهيدروجين هو تركيز اتش موجب واحد من قيم البي اتش باستخدام القانون التالي: تركيز أيون الهيدروجين اللي هو تركيز اتش موجب واحد تساوي 10⁻⁴ قيمة البي اتش. وبشكل مماثل يمكن تعريف البي او اتش على انه درجة القاعدية، اي البي او اتش تساوي ناقص لوغاريتم تركيز ايون الهيدروكسيل. كما يمكننا الحساب تركيز ايون الهيدروكسيل اللي هو تركيز او اتش سالب واحد من قيمة البي او اتش كالتالي: تركيز ايون الهيدروكسيل يساوي 10⁻ قيمة البي او اتش. العلاقة بين البي اتش والبي او اتش والكي دبليو، ان هناك علاقة بين تركيزات ايون الهيدروجين وايون الهيدروكسيل في اي محلول، حيث البي اتش ترتبط مع البي او اتش. فمن تعبير الاتزان لتفكك الماء فان الكي دبليو ثابت تفكك او تأين اللي هو الماء يساوي تركيز ايون الهيدروجين مضروب في تركيز ايون الهيدروكسيل. قيمة الكي دبليو ثابتة والتي تساوي 1 × 10⁻¹، وبأخذ اللوغاريتم السالب للقيم تصبح المعادلة السابقة كالتالي: 14 تساوي هو قيمة البي اتش زائد قيمة البي او اتش. مثال: ما قيمة البي اتش لمحلول حمض اتش سي ال تركيزه 2 × 10³ مولاري؟ الحل: من معطيات المثال قيمة تركيز اللي هو أيون الهيدروجين والتي تساوي 2 × 10³ مولاري، وبالتطبيق في القانون بصورة مباشرة نستطيع حساب قيمة البي اتش، حيث أن البي اتش تساوي ناقص لوغاريتم قيمة تركيز أيون الهيدروجين اللي هو 2 × 10³، وبأخذ اللوغاريتم السالب لهذه القيمة فإنها تساوي 2.7.
مثال ما قيمة البي اتش للمحلول قاعدة هيدروكسيد الصوديوم ان اي او اتش تركيزها 5×10^4 مولارين. الحل، بما ان الكي دبليو اللي هو تعب التأين او تفكك الماء يساوي تركيز ايون الهيدروجين اللي هو اتش موجب 1 مضروب في تركيز ايون الهيدروكسيل اللي هو او اتش سالب 1، من هذه العلاقة نستطيع ان نشتق علاقة اخرى لحساب تركيز ايون الهيدروجين، حيث ان تركيز اتش موجب 1 يساوي اللي هو الكي دبليو تعب تفكك الماء مقسوم على تركيز ايون او اتش السالب 1. هنا اللي هو قيمة تعب التفكك او تأين الماء تعبت اللي هو 1×10^14 مقسوم على اللي هو تركيز ايون الهيدروكسيد كما هو معطى في المثال اللي هو 5×10^4 ويساوي 2×10^11 مولاري. طبعا هذا يمثل تركيز ايون الهيدروجين اللي هو اتش موجب 1، ومن هذا التركيز نستطيع حساب قيمة البي اتش باستخدام القانون اللي يقول ان البي اتش يساوي ناقص لوغاريتم تركيز ايون الهيدروجين اللي هو اتش موجب 1. وبذلك فان البي اتش يساوي ناقص لوغاريتم 2×10^11 ويساوي اللي هو 10.7. مثال ما هي كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم لرمزه KOH وزن الجزيئي يساوي 56 جرام على المول اللازم إضافتها إلى 200 مللتر من الماء ليصبح pH يساوي 11 للمحلول الناتج. الحل، بما أن هيدروكسيد البوتاسيوم قاعدة لذلك لابد من حساب pOH. احنا اخذنا سابقا اللي هو العلاقة التي تربط ما بين قيم البي اتش والبي او اتش، حيث ان البي اتش زايد البي او اتش يساوي 14، ومن هذه العلاقة نستطيع حساب قيمة البي او اتش، حيث ان البي او اتش يساوي 14 ناقص قيمة اللي هو البي اتش اللي هي كما هي معطاة في المثال 11 ويساوي 3. هنا من البي او اتش نستطيع حساب تركيز الاو اتش السالب، وذلك باستخدام العلاقة التالية التي هي ان تركيز الاو اتش السالب يساوي 10^ قيمة البي او اتش، وبذلك تساوي 10^3 مولارين. هنا عند تفكك القاعدة فإن تركيز كل من الـ OH السالب وتركيز القاعدة متساوي، وبذلك تصبح هنا تركيز OH سالب 1 يساوي تركيز اللي هو القاعدة اللي هي هيدروكسيد البوتاسيوم، وبذلك يصبح تركيزها اللي هي 10^3 مولاري. الحجم كما هو معطى في المثال اللي هو قيمته بالمليليتر واللي هي 200 مللتر. هنا لابد من تحويل هذا الحجم إلى اللتر، وذلك بقسمة القيمة المعطاة في المثال هي 200/1000، وبذلك نتحصل على الحجم باللتر والذي يساوي 0.2 لتر. هنا التركيز المولاري أو المولارية يساوي اللي هو عدد المولات إن بالمول مقسوم على اللي هو حجم اللي هو في باللتر. من هذه العلاقة نشتق علاقة أخرى لحساب اللي هو عدد المولات، وذلك بضرب الطرفين في الوسطين، فنتحصل على العلاقة التالية والتي تقول لنا إن إن مول اللي هو عدد المولات يساوي إم اللي هو مول على اللتر هي التركيز المولاري مضروب في في بال اللي هو الحجم باللتر. وهنا اللي هو التركيز المولاري اللي هو 10^3 مول على اللتر مضروب في اللي هو الحجم اللي هو 0.2 لتر. باختصار اللتر مع اللتر فنتحصل على عدد المولات والتي تساوي 0.0002 مول.
لقد أخذنا سابقا العلاقة اللي هي تقول لنا أن إن اللي عدد المولات يساوي اللي هو وزن المادة بجرام مقسوم على الوزن الجزيئي بجرام على المول. من هذه العلاقة نشتق علاقة أخرى لحساب اللي هو الوزن، وذلك بضرب الطرفين في الوسطين، فنتحصل على العلاقة التالية، حيث أن الوزن بالجرام يساوي عدد المولات بالمول مضروب في اللي هو الوزن الجزيئي بالجرام على المول. هنا عدد المولات والتي حسبناه اللي هو 0.0002 مول مضروب في الوزن الجزيئي اللي هو كم هو معطاه في المثال 56 جرام على المول. باختصار المول مع المول فنتحصل على اللي هو الكتلة أو الوزن بجرام والتي تساوي 0.0112 جرام. مثال: احسب قيم تركيز كل من ايون اللي هو الهيدروكسيد او اتش سالب واحد وتركيز ايون الهيدروجين اللي هو اتش موجب واحد في محلول البي اتش له يساوي 3.80 اللي هو 80. الحل هنا: بما ان عطينا قيمة البي اتش والتي تساوي 3.80، فمن هذه القيمة نستطيع حساب تركيز أيون الهيدروجين اللي هو تركيز اتش موجب واحد والذي يساوي 10 أس سالب قيمة البي اتش يساوي 10 أس سالب 3.80، لنتحصل على القيمة اللي هو 1.6×10^4 مولاري اللي هو باستخدام الآلة الحاسبة. نأخذ اللي هو الشفت اللوغاريتم سالب اللي هو 3.80 لنتحصل على قيمة تركيز أيون الهيدروجين. كما ذكرنا سابقا أن الكي دبليو اللي هو تابع تأين أو تفكك الماء يساوي حاصل ضرب تركيز أيون الهيدروجين اتش موجب واحد في تركيز أيون الهيدروكسيد اللي هو او اتش سالب واحد. من هذه العلاقة نشتق علاقة أخرى لحساب تركيز أيون الهيدروكسيد اللي هو او اتش سالب واحد، ويساوي الكي دبليو مقسوم على اللي هو تركيز اتش موجب واحد. هنا الكي دبليو كما ذكرنا سابقا قيمة ثابتة ويساوي 1×10^14 مقسوم على اللي هو تركيز اتش موجب واحد التي قمنا بحسابه والتي تساوي 1.6×10^4، ويساوي تركيز ايون الهيدروكسيد 6.3×10^11 مولاري. مثال: احسب البي اتش لمحلول مائي حجمه 500 مللتر ويحتوي على 0.05 مول من هيدروكسيد الصوديوم ان اي او اتش. الحل هنا: الحجم المعطى في المثال هو 500 مللتر، نحولوه الى لتر وذلك بقسمته على 1000 ونتحصل على الحجم باللتر ويساوي اللي هو نص لتر. هنا بما ان اللي هو المولارية والتركيز المولاري يساوي عدد المولات بالمول مقسوم على الحجم المحلول باللتر، فهني التركيز المولاري يساوي اللي هو عدد المولات 0.05 مول كما هو معطى في المثال مقسوم على الحجم اللي هو نص لتر، ويساوي اللي هو 0.1×10 مول على اللتر. هني بعد ما تحصلنا على التركيز اللي هو هيدروكسيد الصوديوم، وبما أن هذا أو هذه المادة هي عبارة عن قاعدة عند تفككها تعطينا أيون الهيدروكسيد أو اتش اللي هو سالب واحد، لذلك نستطيع القول أن تركيز أو اتش سالب واحد يساوي 0.1×10 مولاري. هني طبعا من هذه القيمة نستطيع حساب البي او اتش، وذلك بأخذ اللوغاريتم السالب للقيمة 0.1 من 10
وتساوي اللي هو 1. من قيمة البي او اتش نستطيع حساب قيمة البي اتش، حيث ان البي اتش يساوي 14، المطروح منها قيمة البي او اتش اللي هي 1 وتساوي 13. مثال: وجد أن قيمة البي اتش لمحلول كلوريد الصوديوم NaCl تساوي 8.95. احسب قيم تركيز كل من OH السالب 1 وتركيز اتش موجب 1. الحل: بما أن قيمة البي اتش كما هي معطاة في المثال والتي تساوي 8.95، فمن هذه القيمة نستطيع حساب تركيز اتش الموجب أو أيون الهيدروجين الموجب باستخدام العلاقة التالية، حيث أن تركيز اتش موجب 1 يساوي اللي هو 10 والسالب قيمة البي اتش، وتساوي اللي هو 10 أس سالب 8.95. هنا اللي هو في الآلة الحاسبة نأخذ اللي هو شيفت لوغاريتم سالب القيمة اللي هي 8.95، وبذلك نتحصل على قيمة تركيز أيون الهيدروجين والتي تساوي 1.12 في 10 أس سالب 9 مولاري. أخذنا سابقا أن الكي دبليو اللي هو تاب التأين الماء يساوي تركيز أيون اللي هو الهيدروجين مضروب في تركيز أيون الهيدروكسيد. من هذه العلاقة نشتق علاقة أخرى لحساب تركيز أو اتش اللي هو سالب 1، فاللي هي تقول لنا أن تركيز أو اتش سالب 1 يساوي قيمة الكي دبليو مقسوم على اللي هو تركيز اتش موجب 1. هنا قيمة اللي هو الكي دبليو هو تاب التأين أو تفكك الماء ثابتة، وقيمتها 1 في 10 أس سالب 14 مقسومة على اللي هو قيمة اللي هو تركيز أيون الهيدروجين التي حسبناه سابقا والتي تساوي 1.12 في 10 أس سالب 9، وبذلك نتحصل على تركيز أيون الهيدروكسيد والتي تساوي 8.9 في 10 أس سالب 6 مولاري. مثال: وجد أن قيمة البي أو اتش لمحلول قاعدة تساوي 5، احسب قيم تركيز كل من أو اتش سالب 1 واللي هو اتش موجب 1. الحل: من المثال اللي هو نلاحظ أن قيمة البي أو اتش تساوي 5، من هذه القيمة نستطيع حساب تركيز أيون الهيدروكسيد اللي هو أي تركيز أو اتش سالب 1 باستخدام العلاقة اللي تقول لنا أن تركيز أيون الهيدروكسيد يساوي اللي هو 10 أس سالب قيمة البي أو اتش يساوي اللي هو 10 أس سالب 5 مولاري. لقد أخذنا سابقا أن الـ Kw اللي هو تاب التأين أو تفكك الماء يساوي قيمة تركيز أيون الهيدروجين مضروب في اللي هو قيمة تركيز أيون الهيدروكسيد. من هذه العلاقة نشتق علاقة أخرى لحساب اللي هو تركيز أيون الهيدروجين، حيث أن تركيز اتش موجب 1 يساوي اللي هو الكي دبليو مقسوم على تركيز او اتش سالب 1. قيمة الكي دبليو قيمة ثابتة والتي تساوي 1 في 10 سالب 14 مقسومة على اللي هو قيمة او اتش سالب 1 التي حسبناه سابقا اللي هو 1 في 10 أس سالب 5، وبذلك نتحصل على تركيز اللي هو اتش موجب 1 وتساوي 1 في 10 أس سالب 9 مولاري.
تفكك الإلكترونيتات الضعيفة تشمل الإلكترونيتات الضعيفة الأحماض والقواعد الضعيفة التي لا تكون متفككة تفككا كاملا في المحلول المائي، حيث يوجد اتزان في محاليل هذه المواد بين الأنواع غير المتفككة وأيوناتها. عموما فلأي حمض ضعيف اتش ايه يمكن كتابة تفاعل التفكك المبسط كالآتي: HA يتفكك جزئيا إلى H موجب زائد الA السالب، ويعطى ثابت تفكك الحمض بواسطة العلاقة KA الذي يمثل ثابت تفكك الحمض الضعيف يساوي اللي هو تركيز H الموجب مضروب في تركيز A السالب مقسوم على اللي هو تركيز HA. فمثلا يتأين حمض الخليج طبقا للمعادلة الآتية: CH3COOH يتفكك جزئيا إلى أيون CH3COO سالب واحد زائد أيون اتش موجب واحد، وهنا اللي هو ثابت تفكك هذا الحمض الضعيف هو ال Ka يساوي تركيز اتش الموجب مضروب في تركيز CH3COO السالب مقسوم على اللي هو تركيز الحمض CH3COO اتش. ويمكن تطبيق نفس الأسلوب مع القواعد الضعيفة، وعموما فإنه يمكن كتابة اتزان التأين لأي قاعدة ضعيفة البي او اتش كالآتي: البي او اتش تتفكك جزئيا إلى البي الموجب زائد الاو اتش السالب، ويكون التعبير عن الكي بي هو الكي بي والذي يمثل ثابت تفكك القاعدة الضعيفة يساوي تركيز البي الموجب مضروب في تركيز الاو اتش السالب مقسوم على تركيز البي او اتش. فمثلا تتأين القاعدة الضعيفة اللي هو هيدروكسيد الأمونيا NH4OH طبقا للمعادلة الآتية: NH4OH تتفكك جزئيا إلى أيون OH سالب واحد زائد أيون NH4 موجب واحد، ويمكن كتابة ثابت تفكك هذه القاعدة الضعيفة كالآتي: الKB تساوي هو تركيز NH4 الموجب مضروب في تركيز OH السالب مقسوم على تركيز NH4OH.